كانت فعلا الاجواء بارده قبل يومين، الا ان خلال اليومين الماضيين ارتفعت درجات الحراره قليلا بمقدار درجه الى 3 درجات مئويه عما كانت عليه، وظلت الاجواء بارده نسبيا الى بارده على اغلب المحافظات الجبليه والصحاري والهضاب الساحلي، وبالتالي فان المركز الوطني للارصاد الجويه لم يصل بشكله التنبيهيه المعتاده المستقله، ولكن طبعا ضمن تنبيهاته في ظل النشره الجويه الاعتياديه، ويمكن الان للمزارعين غير مزروعاتهم دون تخوف من التبريد، لان الحراره سوف تستمر بالارتفاع الطفيف خلال 3 الايام القادمه. وكما شهدت بلادنا خلال اليومين الماضيين تشكل الضباب الكثيف والشافوره المائيه وهطول امطار على هيئه رذاذ على اجزاء من محافظات بلادنا الجبليه الغربيه والشماليه الغربيه واجزاء من المناطق الجبليه في سقطرى خاصه جبال حجره. وفي درجات الحراره اقل درجات حراره في اليوم هذا في دمام 4.5 وفي امران 5.4 وفي صنعاء 8.2 وفي سيئون 8.9 وفي المحويت 10.5 وفي عين 13.2 وفي عتق 14 درجه مئويه وفي ضيقه 17 درجه مئويه وفي سعد 17.6. ويتوقع المركز الوطني للارصاد الجويه ان تكون الاجواء بارده على المرتفعات الجبليه من هضبات صعده وعمران وصنعاء ودمار والبيضاء والتنسيق على مرتفعات حضرموت وشبوه وعطين ولحظ وسعيد وعيد والصالح والمناطق الصحراويه مع فرصه لتشكل الضباب والشافوره المائيه وهطول امطار خفيفه على المرتفعات الشماليه الغربيه والجنوب الجنوبيه الغربيه اثناء الليل والصباح الباكر، وتنشط الرياح على جنوب الساحلية الغربية ومدخل باب البندق وغرفة عدن، وارتفاع الأمواج قد تصل إلى 3 أمتار نتيجة لسرعة الرياح التي قد تصل إلى 25 نعم، وهذا إنما احتمال هطول أمطار خمسة على سواحل عدن ومناطق متفرقة من سواحل عدن ولاحق والحديدة وحجة وأجواء قائمة تزين على خليج قطرة. وهنا في تنبيهين ممكن اذا كان لديكم تفضل تشيرين فيه. نعم تفضل تفضل. نعم نعم هناك تنبيهين صادرين من المركز الوطني للارصاد الجويه في الدراسات الاعتياديه بالنسبه لكبار السن والاطفال ومن يعانون من امراض صدريه. نعم. وكذلك المزارعين ومربي الماشيه والنحل باخذ الاحتياطات اللازمه للوقايه من الاجواء البارده. نعم. والتنبيه الاخر الصيادين مبتدئي البحر وربابنا السهول الصغيره من اضطراب البحر وارتفاع الموج في خليج عدن وجنوب البحر الاحمر ومدخل باب المندب. نعم. عليهم ايضا اخذ الاحتياطات اللازمه لان امواج البحر قد تصل كما اسمعت الى 3 امتار.